السلام عليكم، اهلا وسهلا والف مرحبا بكم. ان شاء الله الكل بالف صحه وعافيه. طيب، زي ما شايفين من الصباح اليوم ده كان جونا رهيب جدا جدا، الجو كان ممطر، فزي ما شايفين كنت بس في برا البيت. ويلا هسي مع ناس امنه ومحمد دايرين نقضي شويه وقت يلعبوا شويه، وحتى بعد ذاك حنمشي وحنحضر الغدا. وللغدا عامله عجين باللحمه مفرومه، فحسي حوريكم. والطرق بس انه يعني على حسب الرغبة، بس دقيق مع ملح وموية خلطتهم مع بعض كويس زي ما شايفين، وممكن تعملوا الكمية اللي عاوزين. لا دفت باكن بودر ولا دفت خميرة، بس ملح ودقيق وموية وخلطتهم مع بعض وزي ما شايفين هنا. بعديها بس كونت كور صغيرة من الدقيق من العجين هنا زي ما شايفين، وغطيتهم ببلاستيك عشان يرتاحوا شوية. ويلا بعد داك بقوم وبحضر اللحمة المفرومة. وللحمة المفرومة بس جبت اللحمة المفرومة برضو ممكن على حسب الرغبة والكمية، أنا جبت لحم الدان. وقبل ما أخلط اللحمة مع الخضار زي ما شايفين هنا عندي شوية بصل والفلفل الأخضر وطماطم وضفت البقدونس. ويلا بضيف البهارات، بضيف شوية ملح، الفلفل الأسود، وشوية ثوم مع ليمون ومع شوية صلصل، وخلطتهم كويس مع بعض. وممكن تضيفوا شوية بهارات تانية اللي عاوزين مثلا، فأنا بس خلطت كل البهارات هنا مع الخضروات. وبرضو قبل ما استخدمهم مع اللحمة برضو كبيت اللحمة في الكبة هنا كان، وبرضو خلطت اللحمة في الكبة شوية تاني. حتى بعد ذاك حسي بقوم وبضيف الخضروات مع البهارات اللي خلطناهم مع اللحمة ونخلطهم كويس. ويلا بعد ذاك هنبدأ ونحضر في العجين، وفي العجين بس خلاص. وبرضو زي ما شايفين هنا برضو ضفت شوية كركم، إذا عاوزين ممكن تضيفوا شوية كركم، وضفت شوية كمون برضو. فهنا ضفت شوية كمون والكركم، وبعد ده بقوم وبفرد الدقيق. وحتى بعد ذاك بوزي اللحمة من فوق العجين، وممكن ندخلهم الفرن يا كمان ممكن نستخدم الطوى. فأسهل طريقة وسريعة جدا نستخدم الطوة. فحسي كده خلاص بعد ما فردت العجين، وهنا خلاص بجهز في اللحمة من فوق للعجين. بعد ده بستخدم الطوة، فبس بخط العجين في الطوة ونخليهم يستووا لخلال 5 دقايق في نار متوسط. فزي ما شايفين خلاص خلصنا، وطريقة سهلة جدا جدا، ممكن يتأكل في العشاء، ممكن يتأكل في الفطور، في الغداء، المهم. فحسي كده خلاص بعد ما خلصنا فتغدينا، وبعد ما اتغدينا بعد ده كمان حبيت انه اقوم انظف المطبخ بعد فترة شوية كمان. فيلا حسي بقوم وبنظف المطبخ، وبرضو داير اغير ديكور الترابيزة حقة المطبخ شوية كده، وبعد ذاك بنظف الحتات التانية. That I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Woke up long. Nothing in this world I wouldn't do.
فقبل ما انتهي من النظافة بس حبيت انه اجيب لي شوية ورود من برا البيت زي ما شايفين، حلوات شديد، فقلت شنو اجيب لي شوية منهم واستخدمهم جوا البيت. فهنا زي ما شايفين قطعت شوية ورود، وحسي بس بكب الموية في الجاك هنا زي ما شايفين عشان اجهز الورود. طيب بعد ما عملت الفاكيوم في المطبخ وفي الصالة زي ما شايفين، حسي كمان بندي في ترابيزة حقة المطبخ حقة الأكل، وعاوز أغير الديكور شوية بس، لكن نفس الديكور ده ما بخليه كده طول الخط رغم إنه محمد ما بحبش كثير، لكن بس حبيت إنه أغير اليوم شوية يعني. فزي ما شايفين هنا عندي التايبر أنا اللي وريتكم المرة اللي فات اشتريته من كيمات، وبعد ده بس بجهز الترابيزة شوية، والجاك ده اشتريته من تي كي ماكس كان، والورود بس من هوم ديكور هنا عندنا جنب البيت. وزي ما شايفين هنا التشاجة من تارجت كان، والصواني الصينية الكبيرة من تارجت، والصغيرة دي الفينوس من ايكيا، والكورة الصغيرة برضو اشتريتها من تارجت كان في الهول اللي وريتكم المرة اللي فاتت. I'm trying to let go of this heartache. Been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point, I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by
فخلاص يلا كده خلصنا، فأتمنى إنه استمتعتوا معانا، ولحد المرات الجاية أشوفكم على ألف خير، مع السلامة.